عليكم نبغي نحكي لكم حكايه انسان تلف راس الحكايه. هاد الحكايه فيها انا وفيها انت وفيها حتى نتايا. قالوا لي حشومه اسكت تكمل الحكايه. قلت لهم هاد الحكايه راه في طريقكم مرشومه في عقلكم موشومه. قال لك يا ويا 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 واش لا ما بغاو او داش بغاو ما كتبوا ما قراو. قال لك بغاو حتى لا قراو كاع ما فهموا حتى لا فهموا فهموا خطا ولا دغيا ينساو. كنقول لكم لبسوا النظاظر في الالوان هذا اللي يجيب لكم كلام ناس بكري يعني ناس زمان. لبسوا لي حيدوا لي كوش ولبسوا الطربوش هذا اللي يجيب لكم كل حاجه منها جوج جوج. حيت كيقول لك خير الكلام ما قل ودل لتجنب الاخطاء وربح الوقت. حيت القرايه فن لا يلاع بها الا من فطر على حب الاطلاع وحب البحث. وليس القراءه ما يوزن بكثرتها ولكن القراءه الصحيحه ما يوزن بدقتها. يسائل فيها الكاتب او القارئ نفسه بعد كل سطر او فصل. وشكرا على حسن اصغائكم وتفهمكم الى ان نلتقي وذلك يوم 27 يونيو اللي هو اليوم الوطني اللي هو اليوم الوطني للصحه النفسيه. والاهم منه 10 اكتوبر يوم عالمي والاهم منه يوم وطني للمراه المغربيه. كنقول كاع العيالات وجدوا اكبر زغروته ليا راه كنوجد لكم ان شاء الله في اغنيه تحت شعار الرجوله في الطفوله. وشكرا.